شهد نادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة تنظيم قافلة 100 يوم صحة للكشف على المواطنين المترددين عليها. وشهدت القافلة إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية، مع تقديم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وشهدت القافلة كذلك تنظيم ندوة عن سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط. كما تخلل القافلة ندوات تثقيفية للحاضرين. المبادرة معانا بتبدأ من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل، موجودة في جميع مراكز المحافظة وموجودة في فرق متنقلة، بالإضافة للفرق الثابتة الموجودة في المراكز والوحدات. المبادرة معانا بتشمل الكشف عن الأمراض المزمنة زي الكشف عن الضغط، ارتفاع ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوي، وبيتم تقديم فيه التحاليل بالمجان. احنا بنثمن جهود الدولة المصرية في مبادرة 100 مليون صحة بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكرهم. احنا طبعا النهاردة المبادرة موجودة في نادي المستقبل الرياضي في دمياط الجديدة. الحملة مشكورة قامت بالكشف على أعضاء كتير جدا من أعضاء النادي اللي كلهم مبسوطين جدا من الحملة. وطبعا الدولة الوحيدة اللي على مستوى العالم اللي بتهتم بصحة مواطنيها هي الدولة المصرية. احنا ما شفناش أو سمعنا عن الحملة دي موجودة في أي دولة تاني غير الدولة المصرية. عاملين تحليل شامل وعاملين كشف على الستات، وبصراحة يعني أفادونا وعلمونا إزاي نفحص الصدر وتحليل الكلى وتحليل سكر. صراحة الناس في منتهى الذوق جدا معايا وتعاملوا معانا بذوق جدا، أنا وأصدقائي. في البداية فهمونا الفحص الشامل إزاي للثدي، وإزاي إن أنا أكتشف لو في بدايات لا قدر الله لسرطان الثدي. وبعد كده كان في تحليل عينة دم بسيطة جدا، يعني هي شكة إبرة، منها تحليل وقياس الضغط وتحليل الدم خاص بالكلى ومستوى السكر في الدم.